فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أن يتقي الله عز وجل في أبنائه بتجنيبهم وسائل الفساد وطرائق الشر من القنوات الفضائية المفسدة ومواقع الانترنت الموبوءة المهلكة وغير ذلك من الوسائل التي كثرت في هذا الزمان. وإذا اضطر إلى بعض هذه الأشياء، أعني بعض هذه الأجهزة، إذا اضطر إليها ورأى أنه مضطرا إليها فلا بد من متابعة دقيقة حتى لا تكون تلك الأجهزة سببا لهلاك ابنه، إما بشبهات مفسدة لعقله أو شهوات مفسدة لدينه وعبادته وطاعته لربه سبحانه وتعالى.